بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة الطلبة. نستمر في شرح محاضرات مادة الأنالوج إلكترونيكس للفصل الدراسي الأول، عام الدراسي 2020-2021. وصلنا بموضوع الفيت بايزنج إلى الكومون جيت كونفيجريشن. تعريف بسيط للكومون جيت كونفيجريشن هو طرف الجيت مثل ما نعرف احنا الفيت، الجي فيت يتكون من ثلاث أطراف: سورس، جيت، درين. فهنا بهالحاله راح يكون الجيت هو الطرف المشترك بين الانبوت والاوتبوت سيركتس. طبعا هذا مصطلح الكومون جيت راح يكون اكثر وضوحا بالاي سي اناليسز ان شاء الله، واعتقد بالاي سي اناليسز للبي جي تي صار عندكم واضح شنو معنى كومون ايميتر، كومون بيز، والكومون كولكتر. هاي عندك الدائره هنا، عاده بهيج دائره الكومون جيت كونفيجريشن يكون الجيت مربوط مباشره للجراوند بدون اي مقاومه. ف هاي الدائره هي مميزه بانه مثل ما قلت لكم الجيت مربوط مباشره للجراوند. هاي الدائره نفسها نقدر نرسمها بهالصوره هاي الواضحه امامكم. فهنا هذا يعني توضيح اكثر ل شلون نقول كومون جيت. شوف هنا الانبوت بين السورس والجيت، وهذا الطرف الاخر او الجهه الاخرى بين الدرين. يعني الانبوت والاوتبوت بالنسبه للاي سي اناليسز اللي راح نشوفه ان شاء الله بين الدرين والجيت. فتلاحظ انه طرف الجيت، طرف البوابه، مرتبط بدائرتي الانبوت والاوتبوت، لذلك يسموها كومون جيت كونفيجريشن. بداية راح نبدأ نحلل هاي الدائرة. طبعا أأكد لكم أنه دائما من تريد تحل هيك دائرة، بداية أنت ترسم الترانسفير كيرف بغض النظر عن نوع هاي الدائرة شنو. بالترانسفير كيرف حتى ترسمه تحتاج فقط قيمة اي دي اس اس، وكذلك قيمة الفي بي اي دي اس اس، والبنش اوف فولتج اللي هي الفي بي. ومثل ما قلت لكم إذا كانت سالبة فهو ان شانل، وإذا كانت موجبة فهو بي شانل. هسه راح ناخذ فقط هذا الجزء، فقط هذا الجزء اللي هو دائما يمثل لي هذا. طبعا بفرض انه انا رسمت الترانسفير كيرف باستخدام معادله شوكلي، شوكلي كويجن، كمل ترانسفير كيرف. هسه احتاج ارسم اللود لاين. شو اسوي؟ ليش ارسم اللود لاين؟ لان تقاطع اللود لاين مع الترانسفير كيرف ينطيني الكيو بوينت مثل ما عرفنا سابقا. الكيو بوينت منها اطلع الاي دي كيو واطلع الفي جي اس كيو. فهسه انا رسمت الترانسفير كيرف باستخدام شوكل اكويجن، راح اجي اطلع ارسم اللود لاين. اللود لاين شلون ارسمه؟ دائما من اللوب اللي بي الفي جي اس، من اللوب اللي بي في جي اس. فهنا انا اقدر اخذ لوب بهالصوره هاي، اقدر اخذ لوب بهالصوره هاي. هذا هنا، هنا راح يكون هذا اللوب مغلق حسب قانون كيرشوف فولتج لو. راح تكون عندك هاي الفولتية هي في جي اس. فخلي نكتب المعادلة هاي مال التسوية. فهو راح يصير عندك ناقص في جي اس، ويصير ناقص التيار المار هنا. طبعا هاي المتسعة اوبن سيركت، هاي المتسعة اوبن سيركت. فالتيار المار هنا هو اي اس اللي هو نفسه اي دي، لانه التيار قلنا الاي جي يساوي صفر، فهو ناقصا اي دي ار اس. ناقص اي دي ار اس زائد، لان شوف خروج اللوب من الطرف الموجب، زائد في اس اس. شو يساوي؟ يساوي صفر. هسه هاي المعادلة اللي هي اللي منها راح اطلع اللود لاين. شلون اطلع اللود لاين؟ بفرض انه احنا رسمنا الترانسفير كيرف بهالصورة هاي. فمرة هاي المعادلة، مرة افرض الفي جي اس تساوي صفر، في جي اس تساوي صفر، واطلع قيمة الاي دي تطلع في النقطة هنا. ومرة لا، افرض الاي دي يساوي صفر، راح تلاحظ انه الفي جي اس تساوي لشنو؟ الفي جي اس تساوي لك الفي اس اس، قيمة هذا مصدر، هذا المصدر ايش قد؟ 2 او 3 فولت. فتطلع عندك نقطة هنا. هذين النقطتين اللي طلعا نوصل بيناتهم خط مستقيم، هذا الخط المستقيم راح يقطع لي الترانسفير كيرف بنقطة، هي هاي النقطة تكون الكيو بوينت. منها اطلع الاي دي كيو، ومنها ايضا اطلع الفي جي اس كيو للدائرة. هذا عندكم هنا الشرح.
المعادلات بصورة مطبوعة طباعة بصورة أوضح. هذا عندك اللوب اللي تاخذه هنا مثل ما قلت لكم، ناقص في جي اس ناقص اي دي ار اس زائد في اس اس يساوي صفر. هاي المعادلة تجي بما انه شوف اي اس هنا ماخذه، لكن الاي اس احنا نعرف انه يساوي الاي دي فتعوض عنه، فالمعادلة النهائية تكون في جي اس تساوي لك في اس اس ناقصا اي دي ار اس. هسه هنا مرة تسوي الفي جي اس تساوي صفر طلع الاي دي، مرة تخلي الاي دي يساوي صفر طلع الفي جي اس، تطلع عندك النقطتين. من ذن النقطتين تقدر ترسم اللود لاين اللي راح يعرف لك الكيو بوينت للدائرة. هذا عندك الترانسفير كيرف وهذا عندك اللود لاين. لاحظ الكيو بوينت هنا راح تكون معرفة بتقاطع اللود لاين مع الترانسفير كيرف، وبالتالي راح احصل قيمة الاي دي كيو وقيمة الفي جي اس كيو. ومن ثم دائرة الاوتبوت او الكميات اللي من جهة الاوتبوت، من جهة قصدي بين الدرين والسورس، مباشرة راح هنا تعرف انه المعادلة هي في دي دي ناقصا اي دي ار دي ناقصا في دي اس ناقصا اي دي ار اس او اي اس ار اس نفس الشيء هو زائد في اس اس يساوي صفر. فهاي المعادلة الرئيسية زائد في دي دي ناقصا اي دي ار اس ناقص في دي اس ناقص اي اس ار اس زائد في اس اس يساوي صفر. واحنا نعرف انه الاي دي يساوي لي الاي اس، ما معناه انه هاي المعادلة اقدر اختصرها بهالصورة الواضحة امامكم، في دي دي زائدا في اس اس ناقصا في دي اس ناقص اي دي مضروب بمجموع القوانتين ار دي زائد ار اس. وما معناها انه طبعا الاي دي اللي هو الاي دي كيو مطلعه اني من الخطوه السابقه، المقاومات معروفه عندي والمصادر معروفه، فتقدر تطلع قيمه الفي دي اس من هاي المعادله. اذا اردت تحسب الفي دي والفي اس بهالصوره، هاي الفي دي هو في دي دي ناقصا اي دي ار دي، في دي دي ناقصا اي دي ار دي مثل ما تعرفون احنا اذا يعني طريقه اللوب، فتقول زائد في دي دي ناقصا اي دي ار دي ناقص في دي يساوي صفر، ومنها تقدر تطلع في دي تساوي في دي دي ناقصا اي دي ار دي. زين، بالمقابل اذا ردت الفولتيه في اس، شوف الفولتيه في اس معناها شنو؟ فولتيه السورس، النقطه اللي مرتبطه بالسورس مباشره نسبه للجراوند، فهي تساوي هاي الفولتيه، هذا الفولتيه على هذا الطرف اللي هو شنو؟ ناقص في اس اس، يعني منها كانه تاخذ لوب من هاي النقطه. خلينا نبدا به، يعني مثل ما قلت لكم اني كانه عندي هنا شنو؟ عندي فولت ميتر رابطه اني بين هاي النقطه وبين الجراوند، هذا يقيس لي شنو؟ يقيس لي الفي اس، يقيس لي الفي اس. فمن اجي هذا الموجب مالته، من تجي تاخذ لوب هنا فتقول في اس موجبه ناقصا اي دي ار اس زائد في اس اس يساوي صفر، يساوي صفر. ومنها تنقل، طبعا انت شو تريد؟ انت تريد الفي اس، فتنقل ذن الطرفين، الاي دي ار اس تنقل للطرف الثاني راح يصير موجب، والفي اس اس تنقلها تصير سالبه، فيطلع عندك هاي المعادله النهائيه، فهي ناقص في اس اس زائد اي دي ار اس. عندك المثال 7-5، هذا هو عباره عن كومون جيت كونفيجريشن، لكن مميز عن الشكل السابق انه ما بي، شوف هاي الفولتيه في اس اس ما موجوده بالمثال، يعني احنا نتعامل ويا المثال كما هو، ما نقدر ناخذ فد شيء ثابت مثل ما قلت لكم اني. ف هذا طبعا هاي عمليه عدم وجود الفي اس اس راح تسهل من عمليه الحل. المطلوب في جي اس كيو والاي دي كيو، يعني خطوات الحل، اول شيء ترسم الترانسفير كيرف، ومن ثم تطلع اللود لاين. اذا طلعت اللود لاين تقدر تطلع الكيو بوينت، من طلعت الكيو بوينت معناها حليت النقطه اي والنقطه بي، طلعت الفي جي اس كيو والاي دي كيو، ومن ثم تتجه الى دائره الاوتبوت تطلع الفي دي الفي جي الفي اس والفي دي اس. هنا هذا شرح واضح. يقول لك بما انه يعني نفس الدائره هي، فقط انه المصدر في اس اس ما موجود، فتقدر تستخدم نفس المعادلات لكن تعوض بالفي اس اس تساوي صفر. فالمعادله 7-23 اللي هي هاي
هاي المعادلة VS أو عفوا معادلة الـ VGS، هاي المعادلة VGS تساوي لك VSS ناقصا IDRS، تعوض عن الـ VSS بصفر، فتراح تصير المعادلة كالتالي. هاي هي المعادلة نفسها، فالـ VS تعوض عنها صفر VSS، فراح تكون المعادلة VGS تساوي لك ناقصا IDRS. هاي المعادلة هي اللي راح تعرف لي من هاي المعادلة اطلع قيمة، اذا تذكرون شلون اطلع اللود لاين بنقطتين، النقطة الاولى عوض عن الفي جي اس تساوي صفر، ما معناه او عوض عن الاي دي صفر معناها الفي جي اس تساوي صفر، فالنقطة الاولى هي نقطة الاصل عندي، يعني من ترسم راسم كأنه ترانسفير كيرف انت بالصورة هاي، فالنقطة الاولى هي نقطة الصفر. النقطة الثانية تختار فت قيمة معينة للاي دي، على سبيل المثال ما اخذها بهذا المثال 6 ملي امبير، 6 ملي امبير الاي دي، وتضربها بالار اس تطلع قيمه الفي جي اس، تطلع لك فت قيمه معينه، فهي عباره عن نقطه هنا بهالصوره هاي راح تصير، توصل بين ذن النقطتين، عفوا الرسم مو دقيق، راح تطلع قيمه الكيو بوينت، الكيو بوينت هي اللي راح تعرف لك الفي جي اس كيو، وتعرف لك ايضا الاي دي كيو. هذا الرسم بصورة دقيقة وواضحة، شوف هاي النقطة هاي عندك هنا الـ V الـ I يساوي لنا 6 ملي أمبير، نطلع قيمة الـ VGS بالـ 6 ملي أمبير، المهم موصل بين هاي النقطة اللي هي نقطة الأصل 0 0 وبين هاي النقطة، تعرف الـ Q point هنا، هاي الـ Q point، فما معناه أنه الـ IDQ راح يصير 3.8 بالعشرة ملي أمبير، والـ VGSQ هو ناقص 2.6 بالعشرة فولت. اذا طلعت نقطه الاصل الترانسفير كيرف، طبعا طريقه الرسم انا ما افضل لكم هاي الطريقه، انت حر تقدر تستخدمها طريقه الكتاب، لكن اللي افضل لك هو انه تشتغل بطريقه الجدول، وهي انه ايش قد عندك الفي بي، الفي بي ناقص 6، هاي ال هنا الفي بي يعني هاي الفي جي اس، ومنها الفي جي اس، ومنها تطلع الاي دي معادلة الشوكلي إكواجين، فمن ناقص 6 ابدي، هاي ناقص 6 وهاي ناقص 5 الى ان توصل للفي جي اس تساوي 0، بهالحالة راح يكون عندك التيار اي دي اس اس. فهنا راح يصير عندك 7 نقاط، تقدر تاخذ مثلا 0 ناقص 2 ناقص 4 ناقص 6 لسه، ولا انا اعتقد هاي النقاط كافية، او تقدر كيفك انت بعد تبقى يمك، كل ما تاخذ نقاط اكثر كل ما يكون الرسم اكثر دقة، لكن استغلال الوقت هم ضروري بالنسبة لكم. فمثل ما قلت لكم انا ما افضل تستخدم هاي الطريقة، هاي الطريقة تكون طريقة الجدول افضل، هاي الطريقة هم صحيحة لكن هاي الطريقة افضل لكم واسهل، تسلسل النقاط يكون واضح امامك. فمنها طلعنا الكيو بوينت، رسمنا ترانسفير كيرف، ورسمنا اللود لاين، طلعنا الكيو بوينت مثل ما شفنا بالسلايد الماضيه، ومن ثم تطبق القوانين او تستخدم قانون كيرشوف فولتج لو حتى تطلع الفي دي، اللي هي تطلع في دي ناقصا اي دي ار دي، تطلع 6.3 بالعشرة فولت، ومن ثم تطلع الفي جي اللي هو واضح جدا من الشكل انه الفي جي تساوي صفر، ليش؟ لانه الجيت مربوط مباشرة للجراوند، والفي اس تساوي لك اي دي ار اس، اذا ترجع للدائرة الفي اس تساوي لك اي دي ار اس، ليش؟ لانه الفي اس اس ما موجودة هنا تساوي صفر، ومن ثم الـ VDS اللي هي تساوي لك الـ VD ناقصا الـ VS تطلع 3.72% فولت. اكو حالة خاصة هي انه الـ VGSQ تساوي صفر، معناها اكو شورت سيركت بين الـ Gate والـ Source، هاي الـ VGSQ بهالدائرة هاي تساوي صفر، VGSQ تساوي صفر، لانه نلاحظ انه اكو شورت سيركت بين من؟ بين الـ Gate والـ Source، وعدم وجود المقاومة RS. هاي الحالة راح يكون بيها التيار دائما يساوي لك الـ IDSS. ليش IDSS؟ لأنه الـ VGS تساوي صفر، فالـ VGS تساوي صفر شو وقت محصلها؟ أو تعوضها بمعادلة الشوكر إكويجن، راح تلاحظ أنه الـ ID راح يساوي لك الـ IDSS. فهاي الحالة تعتبر حالة خاصة. الـ IDQ مثل ما قلت لكم يساوي للـ IDSS.
ومن ثم اذا طلعت الفي جي اس كيو اللي هي تساوي صفر والاي دي كيو اللي هو اللي تساوي الاي دي اس اس تقدر تطبق الكيرشوف فولتج لو حتى تطلع باقي الكميات اللي هي الفي دي اس والفي دي الفي اس بطبيعه الحال تساوي صفر. راح اتوقف لهذا السلايد، التقيكم قريبا ان شاء الله في فيديو اخر.